السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. كنعتذر على سمعت شوية الصداع. واحد السيد يلاه شرا واحد الدار حدانا وجاب تبارك الله الغنم، جاب الدجاج دايرهم في الدار، ومشكلة انهم مرزطينها وما ساكنش فيها. يعني كنسمع داكشي كنتفكر فاش كان هبط عند جدي البلاد، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. المهم نكملوا الدورة ديالنا. كنت قلت لكم واحد الجزء كنا تجاوزناه ديال لي كونديسيون اشوا ملتيبل سولون كو، اولا اللي هي نيت سويتش في لونغاج سي. يعني فاش كنت كنوجد لو كور ديالي نسيتها، وحتى فاش قلبت في لي كور بزاف كنلقاهم دايرينها من بعد لي بوكل. يعني قلت تقريبا حتى حنا درناها في وقتها، كان ماشي مشكل. الدور ديال هاد سولون كو هذا هو التمرين اللي كنا شفنا اخر تمرين. ستركتور اشوا ملتيبل سولون كو، لا ستركتور سولون كو بيرمي ديفيكتوي تيل او تيل تريتمون اون فونكسيون دو لا فالور دي كونديسيون 1 او 2 جوسكا ان. الخوت فاش كتكون عندنا واحد بزاف ديال لي سي امبريكي، مثلا عندي سي وسط سي وسط سي، راه ماشي طريقه براتيك باش تقدر لي سي امبريكي بزاف. يعني غادي يوقعوا لك مشاكل، يعني يولي الكود صعيب باش تقرا. هذه الاولى. ثانيا الا وقع عندك شي ايغور ولا هذه ما كتقدرش تجبدو فين كاين بالضبط. يعني داكشي علاش داروا هاد الكونديسيون اشوا ملتيبل، يعني راه هي نفس هي قول سي نيت غير شويه بسيطه بسطه القضيه. يعني كدير دوك لي كا ديالك. نشوفو عندنا هذا هو السنتاكس ديالها، كنكتبو سولون كو وفي الاخر فان سولون كو، وداك السميتو ديالها كيكون داخل عندنا لا كونديسيون 1 تنديرو لاكسيون 1 لانستريكسيون اكزيكوتي كونديسيون 2 لانستريكسيون 2 ويا غادا كونت جيسكا كونديسيون ان اكسيون ان. سينو هاد سينو كدير بار ديفو، يعني الا ما كانت حتى شي وحده من هاد لي كونديسيون فغي راه كنديرو هاد اكسيون سينو اكزيكوتي لي هاد افيشي ولا دير لي هادي ليكزيكوسيون ديال هاد سميتو ولا المهم ما كيهمش. ندوزو نشوفو فونكسيونمون كيفاش كتخدم لا كونديسيون ان اي ايفالوي. الا كانت سي لا كونديسيون 1 اي فري alors on exécute l'action correspondante et on quitte la structure selon que الا كانت هاد الكونديسيون صحيحه صافي راه كيexecute لنا هاد لاكسيون 1 او صافي كيخرج من صافي اوتوماتيكمون يجي الفان selon que ما يمكنش يexecute ليا جوج ولا ثلاثه. يعني هذا هو الدور ديالها. يعني بحال كدير سي غير واحد ما تقدر سي وسط سي وسط سي تخربق بزاف، كدير هاد selon que كتجمع فيها كاع لي كونديسيون ديالك. الا ما كانت حتى وحده فري فيهم كدير سينو اوتوماتيكوم كات اكزيكيتا سينو. هاد سينو كتبقى فاكولتاتيف، ممكن ديرها ممكن لا، ولكن سي ميو ديرها. دونك اندي كالما تكون حتى شي حاجه صحيحه من هاد لي كونديسيون فوق. نرجعوا لي من بعد. سي لا كونديسيون 1 اي فوس اون ايفالي لا كونديسيون 2 اي انسي دو سويت. يعني الا كانت غلطه الاولى كندوزو للثانيه، و ثاني لقينا الثانيه غلطه كندوزو للثالثه، كانت الثالثه صحيحه ات اكزيكيتا لاكسيون نيميرو 3 ويدوز يخرج. ما كانت شي وحده صحيحه فيهم هي سي اوكين ني فري اون ايفيكتي لاكسيون سينو صافي. اون فوا ما تكون حتى شي وحده صحيحه فيهم كت اكزيكيتا سينو او كا او لاكسيون سينو نيكزيستو با. يعني هادي اللي قلنا الا ما كنتيش داير ديك سينو راه اوكين اكسيون ني با اكزيكيتي. يعني حتى شي وحده دوك لي كونديسيون 1 و 2 جيسكا ان حتى وحده فيهم ما كانت فري ومن تما داير سينو، يعني ما تاكزيكيتا حتى شي حاجه. يعني هذا هو الدور ديال سينو، راه ممكن ديرها ممكن لا، ولكن عارف وقتاش تحيدها. واش الا حيدتيها والكود ديالك وقتاش كتحيدي، الا كنتي ضروري عارف بان واحد ليكزيكيسيون واحد الكونديسيون غادا تكون ضروري ديك الساعات كتحيد سينو. كنتي عارف بانه راه ممكن يكونوا ديك اخرين من غير دوك لي كونديسيون اللي عطيتي كدير سينو، يعني عارف وقتاش تحيدها وقتاش ديرها. عندنا واحد ليكزامبل هنا قالك ايكري ان الغوريثم كي اتريبي لي مونسيون او زيتيديون اون اسيزو سولون كو. صافي كيقول لنا لي مونسيون سولون كو، الا كانت لا نوت اكبر من او تساوي 16 ايكري تري بيان، سينو الا كانت لا نوت كبر من 14 اكريغ بيان، كبر من 12 اكريغ ا بيان اسي بيان، كانت كبر من 10 اكريغ باسابل سينو. يعني هنا فين كتجي هاد سينو، يعني الا ما كانت حتى شي ريزلت من هادوك اجورني، يعني باينه خاصها تكون صغر من 10، يعني راه اجورني فان سولونك.
نشوفوا واحد ليكزيرسيس. ليكزيرسيس ديالنا هو هذا اكزيرسيس اكرير ان الغوريثم كالكولاتريس. المهم حاولوا تفكروا فيه باش نديروه في لا فيديو الجايه. وهاد السؤال كو بما انها سهله بزاف يعني ما نديروش فيها بزاف ديال لي زيكزيرسيس، نديرو غير هذا ديال الكالكولاتريس يعني غير كيفاش كنخدموا به. وهادي اصلا ما كتحتاجش بزاف، اغلبيه كنحتاجها بغينا نصاوبو ان موني، كتصاوب واحد الموني قائمه كما تنقولوا، قائمه بحال ديال التليكوموند فاش كتكليك على موني كتعطيك دوك لي زوبسيون تختار. يعني اغلبيه هنا فين كنحتاجو سولون كوب. المهم كما قلنا نديرو هاد التمرين هذا باش نعرفو كيفاش كنخدمو بها. الى هنا كنتهي الفيديو ديالنا، ونشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. فكروا كيفاش نخدمو كالكولاتريس، يعني نديرو داكشي البازيك، عافاكم نديرو غير داكشي البازيك. وكالكولاتريس راه كتعتبر بحال ميني بروجي في لونغاسي، نخدموها كوم ان ميني بروجي، ونديرو داكشي البازيك يعني تحسب ليا لاديسيون لا سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون، يعني ربعه ديال لي شوز. ما نديروش الجذر وداكشي، عندنا داكشي حتى بغينا ندخلو فيه شويه معمق بزاف. بقينا هنا يعني راه خصك شهر وانت كتصاوب فيها، حنا ما صابوا داكشي البازيك ديال واحد 5 مينيت ولا 6 مينيت. يلا خوت تهلاو في راسكم، وما تنساوش بارطاجيو لي فيديو مع صحابكم الى عجبتكم الدوره وشفتوا انها تستاهل، ديروا لها لا ريكومونداسيون لي زامي ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.